اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خلاها سمك، ولكن السمك مع المغاز النهارده بنلف حول العالم. معروف عندنا البولتي خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها والبوري، بس خلونا نعمل طعم مختلف برضه من البولتي. معانا ومعانا جمبري ومعانا سمك فيليه. النهارده هروح على بورسعيد. خلينا نبدا طبعا بابطال بورسعيد وبلد الرجاله ومصنع الرجاله الابطال. هنجيب من عندهم كفته الرز او كفته الجمبري بالرز على طريقتي، ولكن طبعا هم اشهر مني واحسن مني في عمايلها البورسعيديه. هعملها النهارده ونشوف ازاي للمبتدئين في المطبخ حابين ياكلوا جمبري كفته مع الرز تتحمر ازاي وتتقلي ازاي وتبقى مقرمشه وما تسيبش من بعضها في قلب الزيت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا بولتي، اخواننا في الشام في لبنان والسوريين مش بيحبوا السمك قوي، مش مبدعين فيه، مبدعين في حاجات كتير قوي للامانه يعني، واحنا شادلهم بكده، بس في الاسماك شويه مش زينا، احنا المصريين شطار قوي. فالبولتي عايزينه وبيحبوه، فهنعمله بالبرغل، حاجه كده سكه الكبيبه، سكه البرغل بتفين، البرغل بيخش في اكلات كتير عندهم. والبرغل طبعا اساس المطبخ الشامي، فهعمل النهارده صينيه البولتي بالبرغل، هنشوف التركايه والخبره الطهويه نقدمه ازاي. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض، هنروح على ايطاليا ناخد القهوه التمام وناخد الميه الساقعه ونعمل احلى كاننولي بالسمك الفيليه. يبقى احنا كده رحنا على البورسعيديه ورحنا على الشام ولبنان اتمشينا وجينا على ايطاليا ختمناها بفنجان قهوه مع سمك فيليه هنعمله كاننولي لطيف وجميل بالوايت صوص او بالريد صوص حسب الرغبه. معانا بقى المفاجاه النهارده سموزي. السموزي النهارده اسمه سموزي الخيار بالنعناع. الخيار بتشرب عصير يا شيف؟ نجرب ونشوف. يعني نجيب خيار بلدي نحطه في الخلاط مع تلج نعناع سكر ترن واشربي عصير هتدعيلي، يساعد على الهضم، يعالج مشاكل القولون، مفيد جدا مع اكلة سمك النهارده من كل دول العالم. على بورسعيد نصب عليهم ونمس عليهم كده القناه الاولى ونعمل كفته الرز او كفته الجمبري بالرز على الطريقه البورسعيديه. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مأمنين على الخلاط بتاعنا وعايزين نعمل النهارده مع بعض شوية كفتة الجمبري بالرز. أعتقد إن أنتوا بتعملوه أحسن مني وأنا متأكد من ده. أنا بجتهد إن أنا أوصل للطعم البورسعيدي أو الدمياطي في عمايل كفتة الجمبري بالرز. في طريقة معينة كده أنا بعملها بتاخدني لسكة الأمان. إيه هي؟ الرز بجيبه أسلقه تلات أرباع سوا وأضمن إن هو خلاص جاهز. حلو؟ وبعد ما يتسلق اسيبه يبرد كأنه هعمل سوشي، بس السوشي لازم الرز يستوي جامد، رز مصر على فكره، السوشي لازم يتعمل برز مصر، عشان كده اليابانيين اذكياء. حلو؟ الرز بعد ما يتسلق باخده ابرده واجيبه في الخلاط هنا اضربه جامد. اهو. حلوة تمام. الخطوة دي خلصنا منها، هنشيل ده بالراحة كده عينيا. حاضر يلا. كفتة الجمبري بالرز، خدنا الرز طحناه، ده الرز اهوت بالشكل ده كده اهو، نبص عليه كده اللهم صل على النبي اهو. عينيا اهو، انا هشيله كده من الكبة زي ما هي عشان اضمن هي تشتغل معايا. اتكلم الصراحة بخاف منها، بشغلها زي الفل وتمام وساعة ما يطلع الهواء. شايفها؟ شوط الرز ناعمين جدا. ده الرز ابيض. اتسلق، وبعد ما اتسلق يبرد. اوعى تغلط الغلطات اللي كنت بغلط فيها وانا بتعلم، اللي هو ايه يا مغازي؟ تاخد الرز ده كده هو سخن تضربيه في الخلاط، عجن منك بعجينه. شفت الرز؟ رز يبرد ويتسلق
تلات ارباع سوا، مش لازم تحط اي حاجه عليه خالص. زي ما هو كده رز. مش لازم بقى تجيب الرز الايه الناشف او الرز البودر او الرز المطحون اللي موجود في اي سوبر ماركت خالص. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. ناخد الرز ده نخليه على جنب وننزل مكان الرز بالجمبري. العب يا جمبري. في قلب الكبه. حلو، دولت ايه الجمبري، ومعانا شويه جمبري تانيين زي ما هم سلام كده بنحطهم على الرز. الجمبري ليه حطيته سلم على الرز؟ عشان الضيوف يعرفوا ان احنا عاملين كفته رز، لما اجي اكل كفته الجمبري يا مدام زينب الاقي حبايه جمبري سليمه كده في قلب الكفته. حاجه حلوه يعني، بتدي ايحاء ان احنا عاملين جمبري كتير في قلب الكفته. والله انا هعمل كفته الرز اللي هنعملها بمزاج النهارده، والسمك البلطي، واجيب كل الاكل واجي اتغدى معاك. ربنا يديك الصحه يا امي يا رب. طيب النشا مع الجمبري لسه ما خلصتش. وحطيت شويه زعتر وشويه فلفل اسود وشويه ملح، كل ده فين؟ على الجمبري. وفص ثوم ني حلو حطيناه، وسنه شبت حلوه كده محترمه، كل ده على فين؟ على الجمبري. وعصره ليمون على الجمبري. زي ما انا شغال كده، زي اوعى تحط اي ماده دهنيه، وحذاري واكتبيها على باب الثلاجه كده يافطه عريضه، اوعى تحطي زيت مع سلق الرز، هتفك منك الكفته في قلب الزيت. تركايه اهي، اوعى تحطي زيت او سمنه او عندك شوربه بتاعت فراخ او لحمه تسلفها، رز ميه ورز بس تسلويه. وهنا في الخلطه دي كمان ما تحطيش لا زيت ولا سمنه ولا زبد خالص، زي ما انا بشغال كده. حطيت ايه يا عم الشيف؟ شبت والنشا والبهارات بتاعتنا اللطيفه الجميله، وهحط كمان للامانه ورقتين نعناع، ومعايا شويه كزبره خضراء بحطهم هنا كده. حلو، ونخلط ده كله يا عم الشيف مع بعضه. اوعى تحرجني، لينا مفاجآت ان شاء الله في العيد، مش اللحمه وبس، كمان اسماك. هنضرب الخلاط ده كده. ما اشتغلتش ليه؟ الشغل ده في الاول. اهم حاجه دي بقى الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي. ايه يا عم الشيف؟ جمبري، عصره ليمون، حلو، والجمبري ينطحن ناعم كده، مع معلقه نشا، مع البهارات بتاعتنا، مع الخضره. خلي بالك لو انت عامله الكفته دي وعاملاها كده، على ما ناكل وندوق ونخلص الطبق نسال دي كفته ايه. فعشان تجاوب على السؤال عملي وانت قاعده كده، سبت شويه جمبري في قلب الرز معانا اهو، جمبري سليم ما تقطعوش، هو لوحده كده هيتهري. هناخد ده يا عم الشيف، الخلطه الحلوه دي كده، وننزل بيها. شفت الخلطه دي نازله فين؟ ده لنا مفاجآت في العيد باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين على شاشه القناه الاودا كالعاده، والفضائيه المصريه طبعا اللي بتتشاف في كل دول العالم. شفتوا الخلطة اللي نزلت بقى دي كده؟ زي ما هي كده، وأقلبها على الرز المطحون. أهم حاجة هنا في خطوتين مهمين جدا، ودول سر نجاح الكفتة دي. سلق الرز، وإن احنا نتعامل معاه بحرص شديد جدا ما يعجنش مننا، دي رقم واحد. طحن الرز في الخلاط يبقى ناعم معانا، دي مهمة جدا، يبقى معانا كده زي البودر. رقم ثلاثة، توزيع الجمبري بنسبة زي الفل، اللي هو الني الجمبري السليم مع الجمبري المطحون. وعجن الخلطه دي كده اهو. حاضر، عينيا الاثنين اهو، وقلبها وقلبها. تصبر عليا في التقليبه دي، لان التقليبه دي لازم تتقلب بذمه، لان في جمبري سليم في قلبيها. يعني وانت بتقرصيها بقى كده وبتقطعيها وبتعمليها زي اخواننا في البورسعيد بيعملوها على ايدهم كده، وتبقى اصابع الايد بتاعه الام معلمه فيها. بروح بورسعيد مخصوص عشان اكلها اهو. شايفه الكفته جميله جدا اهي، العجينه اهي اهي اهي. شفت ايديا علمت ازاي؟ بص كده، بص 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 على الحلاوه. اهي اهي، تاني تاني اهي 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 اهي. دي كفته الرز او كفته الجمبري بالرز اهي اهي. عندي زيت بيسخن بقى،
في تركايه عملتها هنا يا استاذ عبد الحميد، حطيت بيضه مع الخليط، بيضه لان دي مش هتعدي لا بينيه ولا تحط فيها بقسماط ولا اي حاجه خالص. البيضه دي مهمه جدا اهو، هتدي حمار وتدي قرمشه للكفته. هناخد الكفته دي زي ما هي كده ونروح مع بعض عند الزيت ونقلي مع بعض، والزيت بيسخن هنا ومعايا مصورين شاطرين ومعايا اخراج مبدع، والزيت اخباره ايه؟ اسمع صوتك، هو ده بايديا في الميه كده ونعمل كده. شفت الحركه دي؟ اه، في على فين؟ في الزيت. تاني 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 بقى الحته دي كده تاني، وسيبنا عيش سيبنا عيش اهو اهو في الزيت. يلا صل على الحبيب قلبك يطيب، سيبوني انا اعيش مع الجمبري اللي جوه الرز والجمبري المطحون ويا محمر كده. وخلي بالك ما تستعجليش، يعني لازم تستني كده ايه ثواني لغايه لما تاخد لون الحته الاولانيه. اه وانا شغال كده اهو. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل كفته الجمبري بالرز من بورسعيد، وتحيه كبيره لاهالي بورسعيد الابطال. معانا صينيه سمك بولت بالبرغل من بلاد الشام، ما ننساش هنروح على ايطاليا دلوقتي واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى، نعمل احلى كانينولي بالسمك الفيليه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. نقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، بس منين المره دي؟ من بورسعيد، من مزبيرو اه، بس من بورسعيد. يعني بص الكفته اهي اهي اهي، انا عايز اخواننا بقى بورسعيد لو الكفته دي عجباهم يتصلوا دلوقتي اهي اهي. اللهم صل على النبي، ايه الحمار وايه اللون الذهبي الجميل ده؟ اهي لسه حمر شويه كمان اه آه. ولا شربانه زي عامله زي السفنجه آه. بس لازم استاذنك يا استاذ رحاب بعد اذنك، مقادير كفته الجمبري بالرز تطلع على الشاشه تاني للساده المشاهدين بعد اذنكم. هخلي ده هنا كده ونحمر شويه مع بعض تاني، اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني. وصلى على الحبيب قلبك يطيب، تحطي القلايه كده والزيت يكون سخن، خلي بالك وتطمئن ان الزيت تمام تمام يشتغل كده اه. المقادير على الشاشة تاني، قول يا عم الشيف. رز مصري ولازم يكون مصري، ومن مش عايز فزلكة في الموضوع، رز مصري. هتقولي ليه بقى رز مصري؟ علل ولماذا؟ لأن النشويات فيه زيادة، وده بيسند الحاجة بيبيض الوش في عمل كفتة الرز وكفتة اللحمة الجملي. ودي مدرسة، شايفين أنا بعمل إيه؟ إيديا كده في المية وأطلع كده. شايفين حباية الجمبري طالعة من حباية الكفتة؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ايه؟ في قلب الزيت، ونسيبه كده ونشيل الحاجات دي من هنا ونخش على اللي بعده. بس خلونا نبص على الكفتة دي، جامدة قوي. ايه ايه، اسيبها تتحمر في الزيت عشان انا بحبها مقرمشة. وخلي بالك الزيت لازم تكون درجة حرارته مستمرة، ما توديش النار عشان الكفتة ما تشربش رز وتطلع معاك مقرمشة زي اللي طالعة دي كده هنا. ايه ايه، حلو. كفتة الجمبري بالرز على طريقة المغازي حصريا على شاشة القناة الأولى، مقرمشة اه اه، نشيلها كده ألف أنا وشفا، ونكمل بقية غرف الطبق. لا ما تزعلنيش بقى، شفتوا خبر محزن، بيقولوا لي تلات دقايق على الختام، بزعل أنا هنا بقى. يا بختك محدش بيقول لك لا تلات دقايق ولا دقيقتين ولا دقيقة ونص اه. لا طبعا عايز هتني ماسكه فيدي كده لغايه لما الحلقه تخلص عشان اجري بيه اه. شفت الكفته اهي اهي، الله اهي الله. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يجوع، الصوت ده بيعذب اه. اللهم صل على النبي. على فين؟ على الكنترول يا راجل يا طيب اه اه اه. دي كانت عايزه الاستاذ احمد عوض امبارح حبيبي اه.
يلا نص يوم مكافأة. طيب بيضحك، انا عارف هو دلوقتي. هنحط عليها ليمون. حلو. يا ويلي يا ويلي، انا الكانولي مش هياخد مني دقيقتين يعني، بس انا عايز ايه اوضح المعلومه دي بس. يعني ده عايز عصره ليمون كده واحنا بناكل، فص ليمون كده على كل واحده واحنا بناكل، لزوم الشيء يعني زي ما بيقولوا.